بالنسبة للهندسة الكهربائية، بالنسبة للكهرباء أو الكهرباء المغناطيسية، أجمل ما قيل فيها من البروفيسور والتر لوين من معهد MIT المشهور، وصفها وصف جميل جدا. قال الكهرباء المغناطيسية موجودات في كل شيء حولك، في الأنوار الكهربائية، في الميكروفونات، في السماعات، في الحاسبات، في التلفزيون، الفيديو، الراديو، الكمبيوتر، الضوء نفسه. الضوء نفسه عبارة عن ظاهرة كهرومغناطيسية. ألوان قوس قزح في السماء لا يمكن أن تتشكل بدون الكهرباء. جهازك العصبي لا يستطيع أن يعمل بدون كهرباء. القطارات، السيارات، الطائرات، كل هذه الأجهزة العظيمة والأنظمة العظيمة لا يمكن أنها تعمل بدون كهرباء. أنت لا تستطيع أن ترى بدون كهرباء. أنت حتى لا تستطيع أن تفكر بدون كهرباء. الخيل تحتاج إلى الكهرباء، لأن انقباض العضلات يحتاج إلى كهرباء. الكهرباء موجودة في كل شيء حولنا. الآن إذا نتكلم عن الهندسة الكهربائية، لابد من أن نعرف أن أساس الهندسة الكهربائية التي بنيت عليه هو الفيزياء. الفيزياء يعني حقيقة هي أساس العلوم. عبر عن ذلك العالم الفيزيائي الشهير أرمس راذرفورد عندما قال أن العلوم إما فيزياء وإما جمع طوابع. ومهم جدا عندما نتكلم عن الفيزياء أن نكون قادرين على إيصال معانيها ومفاهيمها إلى أي إنسان. أيضا هذا العالم الكبير، يعني من المقولات الشهيرة له أنه إذا لم تكن قادرا على شرح فيزيائك لنادلة، فعلى الأغلب أن هذه الفيزياء ليست جيدة.